يا ود المقطع يا حبايب، نزلت لكم مقطع على قناتي الثاني اللي بعنوان مملكة المشاهير، جواني يضرب مريم. فضيحة يا حبايب، فضيحة جواني. الكل يدخل يا حبايب، الرابط بالوصف، يدخل عليه روح شوفوا جواني يضرب مريم ويطردها من البيت وينهي الشغل اللي ما بينهم. الرابط بالوصف، الكل يدخل يروح يشوف المقطع هناك يا حبايب. الخبر الاول اللي عدى عن الصلح التاريخي اللي صار بين ايمو مار وقمر الطايف. المعرف يا حبايب انه قمر الطايف جات تسوي حفلة اليوم، مسوي حفلة يا حبايب مناسبة وصول حسابها ال 2 مليون متابع، وشد نزلت هذا الستوري. متأكد انه اكو حفلة، شات من داخل حفلة كاتبة مبروك عمري اللي هي مبروك القمر مار. وبعد نزلت هذا الستوري كان شدن ويا قمر من داخل الحفلة، وصدمة كانت يا حبايب لما ايمو نزل الستوري من داخل الحفلة هاي يا حبايب، نفس الاجواء يا حبايب مثل ما شايفين الخلفية اللي هي بيضة، وقاعد يقول انه هذا السر كان مخبيه عنا زمان، انه صالح ويا قمر راح احطكم الستوريات تشوفوها. زمان اليوم حبيت اسوي لكم سبرايز، هذا السبرايز لا تشوفوا ولا تصيروا كثير شوك، يعني شوك شو كان بالعربي؟ يعني صدمة مصدومة، لا تصدموا كثير. يعني هالصدمة عن جد بتصطدموا كتير، لأني خبيت عليكم كتير شي كبيرة وصار سنة هيك شي، واليوم لتعرفوا شو يعني، بس تشوفوا لتعرفوا أنا بساوي بالسر أنا كتير قوي. مصيبة يا جماعة جاية، مصيبة قالكم هيك شيء، نحن خبينا عليكم كتير كبير شيء، وهلا عم بعترف لكم اياه، لاني اليوم ليصير كل شيء مثل القديم وعادي، واحبكم. دلي ثاني يا حبايب اللي هو هذا الستوري اللي كانت بقمر ماريا حبايب، تدخل الحفله مالتها وفجاه ايمو يظهر بهذا الستوري، نوعا ما هو كان قاعد على الطاوله. راح تكون سهم علينا وان ما ركزوا بيه زين راح تشوفون انه قمر دخلت الحفله وايمو كان واقف هناك مثل ما شايفين يا حبايب، ايمو كان واقف هناك. طبعا ما يعرف يا حبايب انه امبارح قمر كان فتح بث مباشر وتقول لك مفاجاه تاريخيه، اول حرف حرف الصاد واللي هي واضح كان تقصد صلح بينها وبين ايمو، وانه هذا الشيء راح يضغط هواي ناس مثل ما قالت. ولكن السؤال يطرح نفسه، هل هي كانت تقصد من هواي الناس اللي حينضغطون هو نورمار بما انه عنده مشكله ويا ايمو هو ويارا يعني؟ ومثل ما تعرفين يا حبايب انه ايمو كانت بالسابق اكو مثل هو يحب قمر مار ويمكن اكو علاقه حب بيناتهم حسب يقول البعض. ما ادري اكتبوا لي بالكومنتات تتوقعون هالسبب اللي خلاهم انهم يرجعون لبعض ويتصالحون. طبعا ايمو يا حبايب حاليا عنده خلاف هو بينه وبين يارا، واضح يا حبايب انه ايمو كان مخطط ويا قمر على هذا الصلح، فلهذا هو شال الفولو من يارا قبل فتره بدون اي سبب فعليا، لان مثل ما تعرفون انه قمر ويا يارا هم ما يحكون ويا بعض. ثم يارا يا حبايب طلعت بستوري وردت على ايمو كانت تقول انه احلى شيء لما حدا يحكي عنك وانت مو فاهم شيء وتتصل عليه حتى تفهم وهو ما يرد عليك. فكتنا يا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر الناري، وهل تتوقعون يا حبايب انه هذا الشيء راح يضغط نورمار او يعصب نورمار ويمكن يصير دراما بينها وبين قمر؟ ما ادري صراحه، او يشيل الفول عنها يعني. بس والله حبايب وصلت المقطع، اكتبوا لنا شو رايكم بالكومنتات. وبنفس الوقت يا حبايب جواني يضرب مريم بالوصف يا حبايب، فضيحه الكل، الكل يدخل يا حبايب راح يشوفها يمكن تنحذف باي لحظه. وبس يا حبايب وصلت المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسون تفجرون هذا المقطع باللايكات، وبس شاركوا في هذه المقاطع من القصص. مع السلامه.